أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. وبنأسف لقطع الإرسال، حاجة يعني متوقعة، إحنا في أمريكا مش هنقدر نبقى في حتة مور تكنيكالي أدفانسد عن كده، ومع ذلك القطع ده شيء متوقع. فتملي حتى في أعتى البرودكاستنج ستيشنز بيحصل قطع، فبعتذر وابتدي تاني التيتاني. في عجالة نعيد اللي فات، التيتاني قلنا هنتكلم عليه في أربعة نقاط. النقطة الأولى باي ديفينيشن، إنه هنتكلم على الديفينيشن والكوزس والتايبس والتريتمنتس عشان نبقى متفقين. ديفينيشن قلنا إنه أهم أيون بيتحكم في الإكسايتابيليتي هو الأيونايزد كالسيوم، لدرجة قلت في أي سؤال إم إس كيو لما اقول لك اختار الاين اللي بيتحكم في الاكسيتابيلتي ما تقراش ايونايز كالسيوم. تاني معلومه عرفناها، العلاقه عكسيه، نقص الايونايز كالسيوم يزود الاكسيتابيلتي والعكس بالعكس. فما هو الديفينيشن بتاع التيتاني؟ هي الارجوحه اللي قصادك دي، increased neuromuscular excitability due to decreased ionized calcium. وافتح ودانك، اوعى تقول كالسيوم، الاكتف كالسيوم هو الايونايزد. زي ما قلنا، كما قوه شمشون في شعره، قوه الكالسيوم في التشارجز. الايونايزد كالسيوم هو الاكتف، الكالسيوم اللي مش متعين ان اكتف. طب ايه الميكانيزم؟ قلت ان هو الكهرباء بتاعت الجسم بتعتمد على الصوديوم انفلكس اللي هي بتدخل من خلال الفولتج جيتد صوديوم شانلز. هذه channels guarded بأيونايز كالسيوم، فلو مفيش أيونايز كالسيوم يبقى دخول الصوديوم ميسور أكثر، يعني threshold بتاع فتح الفولتج جيتد صوديوم channels قل، يدخل الصوديوم أكثر يعمل كهرباء أكثر يزود الإكسيتابيلتي. أنت مش هتقول الشرح ده، أنت هتقول بسبب نقص threshold، نقص threshold of voltage gated sodium channels. بس نقطة تانية، causes. قلت السبب الرئيسي في التيتاني هو نقص الايونايز كالسيوم. بقولها لك بطريقه لطيفه كعادتنا، هنقولها بطريقه منظمه. انت هتحط المعادله اللي قلناها ألف مره، وهي حاصل ضرب الايونايز كالسيوم في الانورجانيك فوسفيت يساوي ثابت سوليبيلتي برودكت. فمطلوب من حضرتك انك تتعامل مع أطراف المعادلة الثلاث بما يحقق في النهاية نقص الأيونايز كالسيوم، لأنه عشان يبقى فيه تيتاني لازم نقص الأيونايز كالسيوم. تدي بالآخر، إيه اللي ممكن أعمله في السوليبيليتي برودكت عشان أنقص الأيونايز كالسيوم؟ أنقص السوليبيليتي، والكالسيوم لا يذوب في الوسط الألكالين. يبقى أول سبب للتيتاني الكالوزيس، وعد معايا. طيب نورمالي الـ pH بتبقى 7.4، لو عليت الـ pH الـ 7.6 أوتوماتيكالي هيحصل تيتاني، يسموا ده threshold of tetany. أدي أول سبب. تاني سبب يا أولاد، أعمل إيه في الفوسفيت عشان ينقص الأيونايز كالسيوم؟ نفكر، يبقى أزود فوسفيت لأن حاصل ضربهم ثابت. أشهر حاجة بتزود الفوسفيت لسه قايلينها دلوقتي، اللي هو رينال فيلير، كرونيك رينال فيلير، خدناه بيحصل ريتنشن فوسفيت وعليه الكالسيوم يقل فيحصل تيتاني. للزملاء الاصغر سنا، قلت جاني طالب مره قال لي انا قريبي عنده كرونيك رينال فيلير، يعني رينال فيلير معتبر وما عندوش تيتاني. قلت له طبعا، لان في الكرونيك رينال فيلير بيحدث شيئان متعاكسان. من ناحية بيحصل ريتنشن فوسفيت، وبالتالي ده ينقص الأيونايز كالسيوم ويؤدي لتيتاني. طب والناحية التانية، بيحصل ريتنشن للأسيد ويست برودكتس، الكلية بتتخلص من الفيكسد أسيدز فمش عارفة، فالفيكسد أسيد يتجمعه، هيحصل ريتنشن والأسيد ويست برودكت، يحصل أسيدوزيس، وده بيزود ذوبان الكالسيوم والأيونيزيشن بتاع الكالسيوم فيمنع التيتاني.
عشان كده في معظم حالات الكرونيك رينال فيلير للناس اللي فاهمه طب ما بنشوفش حالات تتني. اللي بقى بفهمك طب مش عاوز لسه ونحفظ وما بنفكرش. معظم and thank God معظم حالات الفشل الكلوي في العالم ما عندهمش تتني، عدد قليل اللي عندهم، لان ربنا عمل لهم داء ودواء. الداء ان يزيد الفوسفات ينقص الكالسيوم، ده الداء. طب والدواء ان الريتينشن اسيد ويست برودكتس بتزود الكالسيوم فتعاكس تاثير الفوسفات. يبقى دي سببين، سوليبيلتي برودكت فوسفات. نمسك الكالسيوم بقى وهو الاهم دايركتلي، هنتكلم ثلاث اسباب. اول سبب واشهر سبب ان هايبو باراثايروديزم ذير از هايبو كالسيميا، نقص الباراثورمون، لان ده وظيفته الوحيده يزود الكالسيوم. يبقى الكالسيوم ايه اصلا؟ بينقص الباراثورمون. طب وايه اشهر سبب للهايبو باراثايروديزم؟ فتح ودانك. فولتي ريموفال ديورينج ثايرويدكتومي، ازاله خاطئه في عمليه الغده الدرقيه. فولتي ريموفال يعني ازاله خاطئه، ديورينج اثناء ثايرويدكتومي، ان احنا بنشيل الثايرويد اتشال الباراثايرويد جلاند. واحد يقول يعني الجراح ما خدش باله انها على البوستيرور سيرفيس، ومفروض بنسيب حته احنا عشان نسيب حته من الثايرويد ومعاها الباراثايرويد. ساعات بتبقى كونجينيتالي امبيدد يعني مزروعه داخل الثايرويد، لا يمكن تفادي. هتشيل الثايرويد تتشال معاها، حاله ثانيه ما عليكش الكلام ده بس الاحترام الطب. ان انا بعمل عمليه الثايرويد حصل انتربشن للبلاد سبلاي بتاع الباراثايرويد، قاعده بس من غير بلاد سبلاي، يبقى بلاش قيمه. فأشهر سبب للهايبوكالسيميا للتتني في الدنيا هو الهايبوباراثايروديزم، بسبب إزالة خاطئة في أثناء عملية الدرقية. ومن المعلومات الطريفة اللي أحب أقولها لك إن التتني ما بيظهرش بعد العملية على طول، يعني بياخد مدة 1 or 2 weeks قبل ما يبان هذا التتني. إنك تبقى عارف يعني مش أدام العملية خلصت وما حصلش تتني يبقى كل حاجة سليمة، لا، لأن التأثير لا يظهر بعدها على طول. ما تقولش كلام ده للزملاء الأصغر سنة، هعلمكم طب. تاني سبب من أسباب نقص الكالسيوم decreased intestinal absorption، وقلنا إيه أهم حاجة للإنسان absorption؟ فيتامين دي. كالسيوم بدون فيتامين دي امتصاصه صعب. And thank God ان فيتامين دي اساسا ما بناخدوش في الاكل، اساسا بيتعمل بالالترا فايلت ما بين الساعه 10 والساعه 4 شعل فوق بنفسجيه. او واحد ما بياكلش كالسيوم، ما بيحبش الديري برودكتس، في فيتامين دي بس مش حاجه يساعدها الامتصاص. واحد مش غاوي ديري برودكتس ما بياكلش كميه كالسيوم كويسه. طبعا في حاجات تانية غير الديري برودكتس، منتجات الالبان فيها كالسيوم. ثالث سبب اكسسيف اوكزاليت اور ستريت، يعني واحد بياخد اوكزاليت وستريت كتير بتخلي الكالسيوم مش متعين، يبقى ملوش قيمه. زي الناس اللي بتاكل طماطم بتاكل مانجا وحاجات زي كده، دي حاجات كلها بترص الكالسيوم ملوش متعين. في بقى حاجه مهمه احب اقولها لكم، ابقوا لاحظوها. لو عيان عمل عمليه وعملنا له اكسسيف بلاد ترانسفيوجن، لا يعني ما ادينا له كميه بلاد نزف كتير وادينا له كميه بلاد كتير، ممكن يحصل له تتني. ليه بقى؟ لان البلاد اللي احنا نقلناه له ده ازاي احنا مانعين تجلطه؟ حاطين عليه اوكزاليت اسف ستريت، حاطين عليه ستريت خدناه. فالستريت ده اللي هو مانع تجلط البلاد بتاع الدونر، هينقص الكالسيوم بتاع المريض يؤدي الى تتني. نشوفها كتير قوي ان عيان ادينا له لارج فوليوم اوف بلاد ترانسفيوجن بعد العمليه يجيله تتني. نبقى فاهمين طب، مش حافظين، مش لست، لازم نفهم السيتويشن فين. يبقى دي الاسباب الخمسه للتتني يا اولاد. سوليبيلتي برودكت سبب، نقص سوليبيلتي برودكت زي الالكالوزيس، ريتينشن فوسفيت تاني سبب، الكالسيوم خدنا ثلاثه. اشهر سبب لنقص الكالسيوم في الخمسه دول هو الهايبوباراثايروديزم في ازاله خاطئه في عمليه الثايرويد، او نقص الانسان ابزوربشن بسبب نقص فيتامين دي، او ان واحد ما بيحبش الحاجات اللي فيها كالسيوم، او خمسه اكسسيف اوكزاليتس وستريتس. طب انا عايز اعلمكم حاجه تاني مكتوبه في بعض التكست بوكس. في تقسيمه تانيه للكوزس احب تعرفوها لروحكم. في 3 ميجر كوزس او تايبس اوف تيتاني.
اشهر تيتاني بتاع نقص الكالسيوم هايبوكالسيميك تيتاني، واللي هو اشهر سبب ليه ايه؟ هايبو باراثايروديزم، ده اول نوع. تاني نوع هايبوماجنيسيميك تيتاني، ان في واحد عنده تيتاني مش بسبب نقص الكالسيوم، بسبب نقص المغنيسيوم، وهقولها مليون مره، المغنيسيوم عنده هاف بوتنسي اوف كالسيوم. وعليها اقول لك ايه التطبيق الاكلينيكي. لما عيان قريبك عنده تيتاني ما بندروش كالسيوم بس، بنديله كالماج، يعني كالسيوم ومغنيسيوم ميكتشر، بنشتري له دواء اقراص فيها كالسيوم ومغنيسيوم، لازم اتنين مع بعض. ثالث سبب الكالوزيس، فدي تقسيمه في بعض التكست بوكس، ان يقول لك في 3 ميجر كوزز فور تيتاني، هايبوكالسيميا يبقى هايبوكالسيميك تيتاني، هايبوماجنيسيميا هايبوماجنيسيميك تيتاني، او الكالوز. اللي بقى مش الاوائل، اوائل الاوائل الاوائل الاوائل، وللزملاء الاصغر سنا ما عرفوش الكلام ده، انا عارف. ده في نوع نادر من التيتاني سببه تو ليتل بوتاسيوم، بوتاسيوم. يبقى عاوزك لما يحصل عن تيتاني تفكر في ثلاث معادن بهذا الترتيب: كالسيوم ثم كالسيوم ثم كالسيوم، ونمرة 4 مغنيسيوم، ونمرة 10 بوتاسيوم. قولش الكلام ده، الكلام ده للزملاء الأصغر سنة، انت تقول الخمسة اللي قلتهم لك، بس انا بعلمكم طب، عاوز ناس تطلع فاهمة طب، مش يعني مخهم كله في الامتحان وفي نفس الوقت يمثلوا خطورة على المرضى، مش عاوزين الكلام ده. طيب نيجي للنقطة الثالثة في التيتاني، وهي types of تيتاني، أنواع التيتاني. يوجد نوعان من التيتاني، manifest يعني ظاهر، وليتنت يعني خامل. هقارن ما بينهم في جدول من 4 نقاط انكلودينج النقطة الرابعة اللي هي التريتمنت، هتبقى في الجدول النقطة الرابعة. يعني في 4 فروق ما بين المانيفست والليتنت. أول فرق وأهم فرق في الام اس كيو، امتى التيتاني يبقى ظاهر مانيفست، وامتى يبقى خامل ليتنت هيدن يسموه مش باين. الرقم الفيصل رقم 7، مستوى الكالسيوم في الدم 7 ملي جرام، اقل من 7 ملي جرام يبقى مانيفست تيتاني، من 7 ل 9 يبقى ليتنت تيتاني. احنا قلنا الكالسيوم نورمالي من 9 ل 11 مش كده؟ حتى قلنا في بعض الناس يقول لك 9 و4 من 10 ل 11. الرقم الفيصل هو انهي نوع من تيتاني؟ لو ناقص قوي تحت 7 يبقى مانيفست، ناقص بس ستيل فوق 7 من 7 ل 9 يبقى مش ناقص قوي يبقى ليه. قلت الرقم اللي كرمه الخالق حتى لا ينسى، وحطه قصادك كده تقعد تتفرج عليه لمده دقيقتين ثلاثه، رقم 7 ده قلناه قبل كده، الرقم اللي كرمه الخالق، السماوات 7، ايام الاسبوع 7، رقم 8 بنتعامل معاه 7، اوعى تنساه. طبعا في ناس تحب تغلس حتى هنا، يقول لك لا الرقم هو 7.4 مش 7. يا بابا عاوزك تبقى كمال عبد الله، انا اميل للتبسيط لان ده بيساعد على التذكر. لما انا اقعد اعقد كل رقم في حاجات تافهه، ثم ان الاعداد فاريبل، يعني مفيش رقم يعني ازلي ابدي بالظبط، مفيش لا عدد الار بي سيز في كل الناس زي بعض، لا مستوى الكالسيوم في كل الناس بالظبط زي بعض، مفيش اي حاجه بالظبط بالظبط بالظبط، فده يبقى نوع من انواع التعقيد. فاكر بعض الناس انها ما تقول للطلبه ارقام لا يصعب تذكرها، دي يبقى هو كده يعني مهم. بليز يعني خليك يعني شخص بتفكر بذكاء، اختار الحاجات حتى لما تبقوا باذن الله اساتذه افاضل وتشرحوا، اختاروا الحاجات اللي يسهل تذكرها، وخلوا الدقه المتناهيه حيث ينبغي الدقه المتناهيه، انما مش في كل عدد تافه تقعدوا تحطوا ارقام صعب الواحد يتذكرها. زي ما قلت لك لما تقول لي مثلا الكالسيوم في الدم نصه ايونايز ديفيوزابل اكتف، والنص الثاني مش ايونايزابل مش اكتف، انا ما اقعدش بقى اقول مش عارف 46 و47 وكام، الكلام ده كلام فارغ. فهنا الرقم اللي مش هتنساه 7،
ومقبول في كل العالم تحت 7 يبقى ناقص قوي يبقى التيتاني مانيفست فوق 7 يبقى ليتا. واديت اهو محاضره على ازاي ارقام لما تحاضر لما تذاكر تختار الاسهل. تاني نقطه هو ليه قالوا على المانيفست مانيفست؟ لانه مانيفست ظاهر during rest. واحد وقعد معانا كده فجاه هيتشنج. طب وليه قالوا latent hidden مختبئ؟ لانه هو قاعد معانا زي الفل مش اي حاجه. Only if stressed لو تعرض لستريس. كان ليه قريب طيب واحنا اطفال نروح النادي طول ما احنا قاعدين كويسين مفيش ما عندوش تيتا نغيزه او نلعب سواء غزنا او لعبنا عمل ايه بقى فكر معايا اتشنج عمل هايبر فنتيليشن نفسه زاد من الغيظ او من اللعب عمل واش للكربون دايكسايد غسل الكربون دايكسايد تخلص من كربونيك اسيد فهو هيحصل له ايه بقى لما يحصل له كده يحصل له الكالوزيس لانه فقد اسيد والكالسيوم ما بيدوبش في الوسط الالكالين فالكالسيوم بدل ما كان فوق 7 والدنيا مستخبيه وحلوه الالوايس كالسيوم قل بسبب ان هو ستريسد وعمل هايبر فنتيليشن نفسه زاد كنتيجه الاغاظه او كنتيجه اللعب اتقلب لمانيفستيت يبقى امتى هيجيله امتى هنشوف التيتاني only if stressed انما في المانيفست من غير ستريس من غير حاجه بيجيله تيتاني. النقطه الثالثه شخص ازاي المانيفست تيتاني هي لطيفه خالص 100% لما الاكسيتابيلتي هتزيد ما هو ايه هو التيتاني زياده في الاكسيتابيلتي هتاثر على السنسوري وعلى الموتور نيرفز السنسوري هيجيله تينجلينج يعني احساس تينجلينج احساس شكشكه كده اراوند ذا ماوث وفي الديستال ليمز ان العين يحس حوالين بقه في زي شكشكه كده ومش حاسسها كويس حاسس منطقه الفم كده حواليها كويس وفي الديستال ليمز في الابر لور ليمز بس بعاد عند الهاندز وعند الفوت ديستال. طب ايه المانيفستيشنز الموتور كالاتي هيحصل له سبازم في ايديه ورجليه يسموه كاربو بيدال سبازم كاربو بيدال يعني ايديه ورجليه انا هشبهها لكم كده يبقى كاربال سبازم في الايدين في الرجلين يسموها بيدال كلمه انتوا عارفينها مش عارفينكم عارفينها بيدال يعني رجل مش احنا العجله عشان تمشي بيها بتحرك ايه البيدال احنا بنقولها بالبي هي بالبي بيدال يعني بتاع الرجل لما بنركب في شرم الشيخ من غير مجاديف كده قارب بتمشيه برجليك يسموه بيدالو فكاربو بيدال يعني سبازم في الهاند ويل فوت ماسلز تلاقي الواحد كده ممكن تتطور لحاجه اخطر يحصل سبازم في اللارنجيال وريسبيراتوري ماسل وبالتالي النفس يبقى صعب وممكن عن يجيله أسفكس يموت مختنق شوف بقى الروعة الإلهية ليه العام في معظم الأوينة حتى ما يجيله الأتاك ما بيموتش مختنق لأن الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر هو لما نفسه بيقف فكر معايا يبقى السي او 2 جوه جسمه يحصل له إيه يزيد يتجمع يدوب يدي كربونيك أسيد والكالسيوم بيدوب في الوسط الاسيديك فالايونيزيشن اوف كالسيوم يزيد فده يابورت يجهض النوبه قبل ان يعني تقضي على المريض شوف الروعه يعني اعراض المرض تفيد زي ما بقولها في شفائه الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر والا كان كل عين عنده مانيفستيتاني مع اول نوبه مات مختنق لا هو لما بيوقف النفس ده بيبقى حل بيتجمع السي او 2 يحصل اسيدوزيس يدوب الكالسيوم اكتر فابورت اتسلف فعلا الجمله اللي حفظتها لاجيال اعراض المرض تفيد في شفائه الله يداوي هو الطبيب ياخذ الاجر يبقى ده المانيفستيت يبقى هياخد شكلين سنسي وموتور لان الاعصاب متهيجه سنسي هيحصل له تينجلينج حوالين الماوس وفي الديستال ليمز طب وموتور هيحصل له attacks of carpopedal spasm في ايديه ورجليه carpopedal
وفي نفس الوقت ممكن تبقى أسوأ بقى يحصل له سبازم في اللارينجيال اند ريسبيراتوري لارينجيال ريسبيراتوري مسل ونادرا ما يموت مختلط الحمد لله. هنا بقى في بنسألك سؤال ايه شكل الايد في التيتاني؟ بص معايا هنا الثم بيبقى ادكت الداخل اللي جوه. انا على فكره مش حافظها انا بعمل المنظر وانا بوصف انا شايف ايه. الانتر فالنجيال جوينتس اكستندد انما الميتاكاربو فالنجيال والريست فليكسد. ادي شكل الايد بالظبط. يبقى دول اكستندد وبعدين فليكشن 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 في الميتاكاربو فالنجيال. وهنا شكل الايد دي زي الراجل بتاع امراض النساء وهو بيحاول يجيب البيبي فيسموها اوبستريشيان هاند. تبقى عارفها يبقى شكله كانه ايد المولد. ما هو المولد عشان يدخل ايده ما بيعملهاش كده بقى تدخل ازاي ويجيب البيبي فبيلمها قوي كده. طب زمان ما كانش فيه طبيب امراض نساء اولاد كان فيه قابله دايه اسمها اكوشير فيسموها زمان اكوشير هاند زي ايد الدايه زي ايد القابله المولده. تبقى عارف ده سؤال هتتساله شكل الايد في العيان وهو عنده تيتاني ايه زي دكتور امراض الولاده اوبستريشيان هاند او زمان اكوشير هاند. تبقى عارف هذا الكلام ده المانيفست. امال نيجي بقى لليتن تيتاني. الليتن تيتاني العيان قاعد كويس فواحد يقول لك نشخصه ازاي؟ احنا نغيزه نعمل له ستريس فالكالسيوم يحصل لما يبقى ستريس يحصل له هايبر فنتيليشن يفقد سي او 2 الكالوزيس الكالسيوم ما يدوبش يحصل له تيتاني نقول اه عنده تيتاني كده بتسقط لان ممكن العيان يموت. فانت تموت العيان وتقول كده عنده تيتاني ايه الخيبه دي ايه العبط ده؟ اوعى تقول العبط ده. مفيش حاجه اسمها نعرض العيان لستريس ونشوف التيتاني ما نعرضوش لاي خطر. افتكر الارجوحه هي ما هو تعريف التيتاني؟ رسمت لك الارجوحه نقص في الايونايز كالسيوم بسبب اسف زياده الاكسايتابيلتي بسبب نقص الايونايز كالسيوم انكريزد اكسايتابيلتي بسبب ديكريزد ايونايز كالسيوم. ففي وسيلتين يعني الارجوحه الديفينيشن بيقول لك ازاي تشخص. خد عينه الدم وشوف مستوى الكالسيوم في البلازما لو لقيته تحت 9 يبقى ده عنده ليتن تيتاني عرضه ان يجيله تيتاني سهل قوي. انها مش تستريس العيان وتموته وتقول الله يرحمه المرحوم كان عنده تيتاني عبط غير مقبول. يبقى نشوف الليفل اوف كالسيوم في البلازما او نعمل تيست تجارب تشو انكريز الاكسايتابيلتي تبين الاكسايتابيلتي زي في ثلاث تجارب اخر واحده ما حدش بيعملها. احنا بنعمل يا اما تروسو تيست يا اما شوفاستيك تيست. الايرث دي بس عشان الناس اللي هي عايشه في 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 يعني ده يعني دهاليز الزمن ساعات يقول لك في تجربه ثانيه اسمها ايرث. طب انا كان اقول لك كله بس دي غير مهمه حد بيعمل ايرث دي هتفهم ليه؟ لان التجارب دي مش عاوزه اجهزه في العياده انما دي عاوزه جهاز. نجيب منين جهاز؟ ثم دي هتؤدي الغرض واحسن. اشهر تجربه في الدنيا اسمها تروسو ساين. تروسو ده راجل فرنساوي عمل التجربه دي في سنه 1801. احب اقول التاريخ قوي. تروسو فرنساوي في سنه 1801 يا عمل ايه الراجل ده؟ حضرتك قاعد في العياده عندك جهاز ضغط اوكي هتروح حاطط جهاز الضغط حوالين الدراع عادي كانك هتقيس ضغط وترفع الضغط فوق السيستوليك فمفيش دم رايح للايد لانك انت قفلت الارتي مفيش دم رايح يبقى مفيش كالسيوم رايح للايد فالايد هيحصل لها تشنج كاربال سباز يبقى ده عنده تيتاني. يبقى بنحط جهاز الضغط ونرفع الضغط فوق السيستوليك افتح ودانك في اللي جايه ثلاث دقايق مش هتسيبها حوالين ايده ساعه ايده يحصل لها غرغرينه. ترفع الضغط فوق السيستوليك لمده ثلاث دقايق يبقى مفيش كالسيوم رايح للايد فيحصل له سباز. نيجي بقى العبط الاقي بعض الناس يقول لك هيحصل له كاربو بيدال سباز. يا بابا انت مش عارف تكنولوجي. واحد الزملاء الافاضل كان كاتبها في كتابه وعندي الكتاب كاربو بيدال. قلت الراجل ده مش عارف تكنولوجي هي في الايد بس هيحصل له كاربال سباز بس ما ليه تحصل له في رجله. اتس كاربال سباز نوت كاربو بيدال. اللي عنده مانيفستيتري بيبقى في ايديه ورجليه كاربو بيدال. انما التجربه دي بتعمل سبازم فين؟ في الايد بس يبقى كاربال.
نوت كاربو بيدال. بيدال يعني رجل. بيدال بيدالو افتكرها. خلاص. بيدي كير الستات اللي بيروحوا يعملوا رجليهم. بيدي يعني رجل. العناية بالرجل. فيبقى هنا كاربال سباز بس. مش عايزين عبط. دي اسمها تروسوتست. اشهر تجربة ليه. عاوزة جهاز ضغط. ما فيش دكتور ما عندوش جهاز ضغط. ترفع في السيستوليك لمدة 3 دقائق مفيش دم رايح الدراع يحصل كاربال سباز. ما خلاص عنده مانيفستير. ما عرضتوش لحاجة دي مش هيموت مختنق. ده ايده بس ايه يعني ما تحصل لها كده شوية. وقلنا شكل ايد هيسألك شكلها ايه. زي ايد المولد. اوبستريشيان هاند. او زي ايد القابلة. اكوشير هاند. طيب في تجربة تانية شوفاستيك تيست. شوفاستيك تيست. نورمالي بيقول لك ما احنا عايزين نشوف ايه فكره التجارب كلها ان الاكسيتابيلتي زايده. لو جيت لشخص طبيعي ولكن انا كده وعملت تابينج للفيشال نيرف ان فرونت اوف اير يعني رحت ضارب كده خلاص كده تابينج كده للفيشال نيرف قدام الاير الشخص طبيعي ما يحصلوش حاجه. طب اما الشخص اللي عنده الاكسيتابيلتي زايده اللي عنده ليتن تيتاني لو عملت له تابينج هيحصل سبازم في الليب والنيزل ماسل. الليب والنيزل ماسل. يبقى ده عنده الاكسيتابيلتي زي دي اسمها شوفاستيك تيست. اخر تجربه بقى عشان نفرح الاولاد اسمها ايربس تيست. ليه مش مهمه؟ لان عاوز جهاز كهرباء يدي سب ثريشولد جالفانيك. الشخص الطبيعي لا يستجيب للسب ثريشولد لانه سب ثريشولد ما يستجيبش غير للثريشولد او السوبرا ثريشولد. لكن لو انا عندي الاكسايتابيليتي زايده هستجيب للسب ثريشولد ستيمولاي. ليه بنقول مش مهمه؟ انا ما بشرحش والسلام عشان واحد من الدكتور يقول دي مهمه ودي مش مهمه. بيزد على في دماغ هنا في مخ. انا دكتور معايا صباعي اقدر اعمل الشوفاستيك تيست سهل قوي. معايا جهاز ضغط اقدر اعمل الاشهر منها بقى التروسي تيست 1901. إذا معيش جهاز يدي جلفانيك كرم في العيادة فعش كده الإيربس كلام ثيوريتيكال ملوش قيمة ومش محتاجينها. بنقولها بس عشان بعض الناس اللي هي زي ما بقول عايشة في دهاليز الزمن تسأل أسئلة مجردة تماما من الطب. هنا بنتعلم طب المرض وتعرفه مظبوط وعلاجه وكل حاجة والبيزس مش حتى مش شغل بقالين هندي أي حاجة. يلا طيب يبقى اول حاجه قلنا عشان ما نتوهش بنقارن المانيفست بالليتن في اربع نقط. اهم كلمه هنا تحت الرقم الكرام الخالق تحت 7 يبقى مانيفست لانه واطي قوي. تحت 9 بس ستيل فوق 7 يبقى ليتن اور هيدن. طب تاني نقطه ده ديورينج ريست بيبان الاعراض انما ده اونلي وذ ستريس. طب تالت نقطة نشخصه ازاي؟ ده انت شايف الاعراض. الاعراض جزء منها سنسوري وجزء منها موتور. سنسوري تينجلينج شكشكة حوالين البق وفي الهاند والفوت الديستاليمس. طب الموتور كاربو بيدال سبازم سبازم في الايد والرجل. في السيفير كيسز هيحصل في اللارينكس والريسبيراتوري ماسل وقد تؤدي الى اسفيكس. وطبعا عنده هايبر ريفلكسي. هايبر ريفلكسي في الحالة دي الاكسيتابيلتي زايدة هايبر ريفلكس. انما هنا ما الراجل قاعد لازم يبقى ستريس مش هنعمل له ستريس. نرجع للارجوح. ما هو التيتاني؟ نقص الايونايز كالسيوم في الدم يؤدي الايونايز توعى تقول كالسيوم ازعل قوي. نقص الايونايز كالسيوم يؤدي لزيادة الاكسيتابيلتي. يبقى اشوف الكالسيوم في البلازما او اشوف تيست تو شو انكريز الاكسيتابيلتي. اشهر واحدة تروسيت بتاعت فرنساوي يليها الشوفاستيك ما حدش بيستخدم الايرز بتاعت سب ثريشولد جلبري. نيجي النقطه الرابعه والاخيره اللي هي التريتمنت. عاوزك تعيش معايا الموقف. عيان اتشنج قصادك وقد ما بقولش قد يموت بسبب التشنج في عضلات التنفس والحنجره. تعمل ايه؟ بسبب نقص الانوايس كالسيوم. جاوبها انت. عنده تشنج قد يموت مختلق بسبب نقص الايونايزد كالسيوم. تدي له ايه؟ الاجابه في داخل السؤال. ادي له كالسيوم. فبدي العيان كالسيوم في الوريد لاني مستعجل.
بس لاني مش مستعجل على عمره بديهوله سلولي، وقلتها 100 مره في 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 محاضرات السنه الماضيه، انه الكالسيوم، حقن الكالسيوم تعطى ببطء شديد في الوريد. ليه؟ دي اهم معلومه في الطب، والا هتوقف القلب انسيستول. لو عاد اديت له حقن الكالسيوم بسرعه القلب هيقف في حاله انقباض، لان الكالسيوم بيزود انقباض. اهم معلومه انه انت مستعجل بس مش على عمره، مستعجل فبتديها له في الوريد، لكن مش مستعجل على عمره بتديها له سلولي. تدي له حقن 10 سم كالسيوم بتركيز 10%. خلاص ده القص. واحد يقول لي طب يعني انا هبقى جاهز ازاي بحقنه الكالسيوم؟ اقول لك بقى فقره معلومات عامه جميل للزملاء الاصغر سنا. استاتستيكالي، وانا احب جدا الاستاتستكس، ربع حالات الزيارات المنزليه بتبقى حساسيه. يعني في كل اربع حالات هيندهوك في البيت حاله منهم حساسيه. ايه احسن علاج للحساسيه؟ حقن الكالسيوم. تصور يعني انت الحقنه دي موجوده، ما فيش دكتور ماشي من غير حقنه الكالسيوم، لان ربع الحالات اللي بيشوفها الرجي هتتعالج بانه يدي كالسيوم. نفس الحقنه دي ممكن تديها في حالات التيتاني. فحقنة ما فيش دكتور ما عندوش حقن الكالسيوم. والرقم لطيف 10 10 10 سنتي 10%. طب ان بتوين بقى العيان وهو ما عندوش الاتاك، ادي له اورالي بقى كالسيوم. وايه تاني مهم قلناها؟ ومغنيسيوم الكالمات، وادي له فيتامين دي عشان يساعد الابزوربشن. ده ان بتوين، ده اتاكس. طب نيجي علاج الليتن تيتاني. راجل قاعد ما عندوش تيتاني، مش متشنج، اشكشكه ليه؟ انما في احتمال يجيله تشنج، يبقى اديله كالسيوم بالفم، كالسيوم اورالي. وطبعا اقول له عليك بالديري برودكتس، منتجات الالبان، وقلنا اهم واحده فيهم مين؟ الزبادي. الزبادي لانه اسيدك، سهل الامتصاص، يدوب يمتص. وقلت ما فيش دكتور فاهم يدي كالسيوم فقط، لازم كالسيوم معاه فيتامين دي تو هيلب الابزوربشن. حتى قلناها في 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 الولاد اللي عندهم ريكتس والستات اللي عندهم ضعف في العظم، مفيش حاجه اسمها تاخد كالسيوم بس، تاخد كالسيوم مع فيتامين دي. الكالسيوم لوحده مش هيمتص لوحده، لازم معاه فيتامين دي. واحد يقول لي اه ما فيتامين دي بيتعمل في الجلد باشعه الشمس. يا سيدي ما بتتعرضش للشمس، ست مغطيه روحها تماما، مفيش حتى لما بتخرج في البتاع مفيش حاجه باينه تتعرض للشمس، تسكر حتت قليله في جسمها اللي باينه. عشان كده قلتها برضو فقره معلومات عامه من اهم المعلومات، وقلتها في حلقات تلفزيونيه كثيره. الاونلي نيوتريشنال سبلمنت اللي يجب كل الناس ياخدوها لما يكبروا نسبيا في السن فيتامين دي. يعني تروح الصيدليه تجيب، يعني تجيب سنترم وفيتامينات ومعادن، كل ده بتضيع فلوسك. حاجه واحده بس لازم تاخدها، فيتامين دي ابزوربشن. طيب بعد كده نيجي اسيديفاينج سولتس تو هيلب الايونيزيشن، مش مهم قوي. يبقى المهم ثلاثيه كده بيحبها الناس، ثلاثيه من ثلاثيات نجيب محفوظ، كالسيوم اوري معاه فيتامين دي عشان الابزوربشن، معاه اسيديفاينج سولت عشان الايونيزيشن. السؤال الصعب اللي جاي وننهي بيه. احنا قلنا ان اشهر سبب للتيتاني هو الهايبوباراثايروديزم. يبقى مخي يقول لي يبقى ادي باراثورمون هرمون. خلاص ما دام اهم سبب هايبوباراثايروديزم نقص هرمون الباراثورمون، يبقى ندي باراثورمون. الاجابه خطا. ليه؟ الباراثورمون تركيبه ايه؟ ده طالع من الباراثايرويد، تركيبه بوليبيبتايد، حاجه و80 امينو اسيد. تاخده اورالي هيتهضم، ده مش نافع. تاخده بالحقن هيكون ضده انتي بوديز وهيفقد فعاليته. طب مين ابن الباراثورمون واللي احسن منه؟ فيتامين دي. يبقى لو كان السبب هايبوباراثايروديزم هدي احد مستخرجات فيتامين دي اسمه AT10. ده ابتدوا بيه على فكره، دلوقتي اتطور لحاجات اكتر. يعني اول مره العيانين اللي عندهم هايبوباراثايروديزم مش عارفين يديهم باراثورمون، لانه بولي بيبتايد هياخده اورالي يتهضم، هياخده بالحقن يكون انتي بوديز، فبندي اللي زيه واحسن منه اللي هو فيتامين دي سينثيتيك برودكت، كان اسمه AT10. دلوقتي في حاجات احسن، لاني بحب المعلومات العامه، فطالب يسالني هو ليه سموه AT10؟ لان هذا المستخرج تم اكتشافه في التجربه رقم 10
فهو انتي تيتانيك نمبر 10. يبقى اي تي 10 دي اختصار في حالات التيتاني انتي تيتانيك. اي تي يبقى انتي تيتانيك ليه 10؟ عشان تم اكتشافه والوصول للتركيبه الحلوه في التجربه رقم 10. ده اللي هو التيتاني واحد من اهم الامراض في الطب. هقول النقاط الاساسيه في عجاله 4 نقاط باي ديفينيشن: زياده في النيورو ماسكولار اكسايتابيلتي بسبب نقص، افتح ودانا قولها لي صح، ايونايز كالسيوم. هيسالك ليه الايونايز كالسيوم بيزود الاكسايتابيلتي، هتقول له انه بيقلل الثريشولد بتاع الفولتج جيتد كالسيوم شان. النقطه الثانيه الكوزس، تعرفها ازاي بطريقه جميله، ترجع المعادله اللي قلناها 100 مره، كالسيوم تايم فوسفورس سولوبيلتي برودكت، تاخدها من الاخر الاول، حاجه تقلل السولوبيلتي الكالوزس، او نزود الفوسفيت، فوسفيت ريتينشن كرونيك رينال فيلر، او نقص كالسيوم، نمره 3 فيها 3، عشان كده 5 اسباب، اهمهم هايبو باراثايرويديزم، ازاله خاطئه لغده الباراثايرويد في اثناء الثايرويدكتومي، او decreased intestinal absorption of كالسيوم كنتيجه ان قليل في الاكل او مفيش فيتامين دي، او بتاكل اكل فيه اكسسيف اوكزاليت وستريت، ولا تنسى في البلاد ترانسفيوجن بيبقى فيه ستريت لمنع التجلط، ممكن العام بعد ما ياخد كميه كبيره يجيله تيتاني، عشان علمتكم طب تماما. النقطه الرابعه الثالثه اسف التايبس، يا مانيفست يا ليتن، قارناهم في ثلاث نقط. والنقطه الرابعه اللي هي التريتمنت في المقارنه، هنا تحت 7، هنا تحت 9 بس فوق 7، هنا مانيفست في مانيفستيشن بتظهر دورينج ريست، انما هنا اونلي وستريس. النقطه الثانيه، طب ايه المانيفستيشن؟ سنسي وموتور، والموتور اثنين، يا حاجه ما تموتش كاربوبريدال، يا حاجه تموت ممكن تموت لارنجيال ريسبيراتوري. طب هنا هنشخصها ازاي؟ من الارجوحه، اي من الارجوحه انك انت هتبقى تشوف الكالسيوم في الدم تلاقيه ناقص، او الاكسايتابيلتي تعمل تيست تشو انكريز اكسايتابيلتي، تروسي اللي هي الاشهر، جهاز الضغط ترفع فوق السيستوليك، يعني ما فيش دم رايح للدراع لثلاث دقائق، هيحصل كاربال سبازم بس، كاربال بس. شوباستيك تضرب على الفيشال نيرف ان فرونت اوف ذا اير، هيحصل سبازم في النوز والليب ماسلز، والتي لا تستخدم الايرب ساين، العام بيستجيب لسب ثريشول جالفانيك، سب ثريشول جالفانيك. العلاج هنا مستعجل، هتاخد الكالسيوم بالحق وما بين الاتاكس هتعمل نفس العلاج بتاع الليتن، هتدي له كالسيوم اورالي مع فيتامين دي يساعد امتصاص، دي مش مهمه قوي. الثالثه اسيديفاين سولتس يساعد الايونيزيشن، واذا كان السبب هايبوباراثايرويديزم ارجوكو لا تستخدموا الباراثرمون، لانه بوليبيبتايد هيتهضم او يعمل الرجي لو اتاخد بالحق. بنستخدم احد مستخرجات فيتامين دي اللي اول واحد عرفوه كان افكتيف، كان اسمه انتي تيتانيك نمبر 10، لانه اكتشف في التجربه رقم 10. وفي الاخير بشكركم لانكم اديتوني وقتكم، وهو اثمن شيء في الحياه، واتمنى اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله، ونلتقي باذن الله في الاسبوع القادم مع السوبرا رينال جلاند والانسولين البنكرياس.